يفهم أحلى راديو نص نهار ودرجين على إي إف إم أحلى راديو. نوال بيزيد معكم في الميكرو، وئام جويني في الإخراج، عبد المجيد أوبا على إي إف إم تي في. احنا نتقابلوا كل نهار أحد من نص نهار حتى لساعتين، نحكيوا في كل ما يخص الصحة من بعيد وإلا من قريب. واليوم باش نحكيوا على مرض السكري، واحنا في اليوم العالمي للتحسيس بمرض السكري والأسبوع الوطني للنهوض بالنشاط البدني. جيب حدنا دكتورة راف لتاج، مكلفة بمهمة بديوان وزير الصحة. وفي ساعتنا ثانية باش نحكيه على العنف، العنف وشنية تمظهوراته، كيفاش يتكون العنف وكيفاش يتنقل من وسط الوسط، باش نحكيه عليه من ناحية النفسية ونحطوها في إطارها في حدث ليسي زهرة اللي صارت، الاعتداء التلميذ على أستاذه، كيفاش يتكون العنف، كيفاش يتنقل من الوسط الأسري إلى الوسط التربوي وإلا العكس. بتجيب حذنا إيناس بن سليمة باش نحكيه أخصائية نفسية، باش نحكيه على التفاصيل هذه الكل، هذا الكل من توا حتى للساعتين. أقعدوا معنا، الميسيون بتاعنا توا تبدأ. انتم تسمعوا في صحتك معنا مع نوال بيزيد على إي إف إم أحلى راديو. في ساعتنا الأولى كيف ما كنت نقول باش نحكيو على مرض السكري في فقرة صحتنا. صحتنا. مرحبا بك دكتور. عايشك. صباح الخير، لاباس؟ ومرحبا بالكل ما يسمعوا فينا على طريق إي إف إم، ويغزروا لنا زاد هذول. يغزرونا تلقاونا على الباج فيسبوك راديو إي إف إم. دكتور راف لتاج دلاجي، مرحبا بك. باش نحكيوا على مرض السكري، نحاولوا نطرقوا له من النواحي نتاعو الكل. عندنا ثلاثة فقرات صحتنا، اللي هي باش نحكيوا على لا ديفينيسيون وكل شيء، باش نحكيوا على صحيح من الغلط، نصحوا المفاهيم وليزيدي غسو على لو ديابيت، على مرض السكري، واسأل الطبيب. حاولنا نلموا هكا أسئلة من شوية من الديجيتال باش نطرحوهم عليك دكتور. نبداو بالتعريف، شنو هو مرض السكري؟ مرض السكري هو مرض يسميوها ستون مالادي ميتابوليك، ناتجة على قلة الانسولين اللي هي سيتون هرمون اللي تخلي تحسن دخل السكر في دون لي سيلول. معناتها هي مفتاح، كي يبدا عندنا السكر وحريات الانرجي هي تخلي السكر يدخل دون لي سيلول. دونك هو اللي مرضى بالسكر عندهم نقص، فما نوعي، فما جابت من نوع واحد اللي هو يصيب خاصة الصغار، إما نجم يكون حتى عند الرضع وإلا يجي في الطفولة وإلا في الأدوليسانس، اللي هو ما عندوش، عنده مشكلة الأنسولين، ما عندوش أنسولين. وعلاش يجي المرض هذا؟ فما عامل وراثي، فما عامل فيروسي، فما سيستم دانتيكور اللي يخلي يدتروي السيلول نتاعو اللي هو ما عادش ينتج الانسولين. هما الصغيرات اللي يبداو ملي هما صغار ياخذوا في الانسولين، خاطر ما غير انسولين ما نجمش يعيشوا. عاده هما الصغار هذوما ديابيت دو تيب 1، يا اما نتفطنوا لهم في اون كومبليكاسيون كيما يدخلوا في غيبوبه خاطر ما عادش عندهم السكر نتاعهم ما يستعملوهش، والا فما علامات التبول ويشرب برشا ماء ويضعف صغير. هذا لو ديابيت دو تيب 1 اللي يلزمه الانسولين واللي ياخذوه. دونك ما نجمو يعيشوا كان بالانسولين، عاده زوز ريرق ياخذوهم، وفما تاع الانسولين اللي هو فما بروتوكول فوالا. وفما الديابيت التو اللي نحكيو عليه الاخر دو تيب 2 اللي يصيب الكبار، واللي يولي الانسولين هي موجوده اما ماهيش مستعملة، معناتها une mauvaise réponse à l'insuline. دونك وهل ديابيت هذايا شنو هو اللي mauvaise réponse à l'insuline؟ معناتها il faut stimuler، نعطيو الدويات، دونك ياخذوا الدويات الناس يجيو الكبار، دونك ياخذ الدويات، وقت ياخذوا الدويات pour stimuler la sécrétion de l'insuline هما بيدهم ينجموا في طور ما يوصلوا حتى احنا ان ستيمول البنكرياس هذا ما عادش فيه انسولين، وقت نضطروا وياخذ الانسولين، يولي ياخذ الانسولين بالزريرق بالحقن، ملي ياخذ في الحربش يولي ياخذ الانسولين بالحقن. هذا اللي ماهوش معدل السكر نتاعو جينيرالمون تتطور. ويجيو هذوما خاصه فما صحيح عامل وراثي، ولكن
العامل الأساسي وهو عامل التغذية وقلة الحركة البدنية، عدة عوامل نتاع الديابيت دو تيب 2، ولكن يجي خاصة مثلا اللي يبنى عنده سمنة ولا كثرة في الوزن، هو أنت قد ما تاكل قد ما حاجتك بالناس، كل ما ناكلوا حاجة راهو يلزم الأنسولين مش تدخل الجلوكوز. دونك تفرغ الأنسولين نتاعك، معناتها ديزون تفرغ الأنسولين ما عادش عنده. تراسينا اللي عاد تشوف في الدوايات، دونك اللي يخلي باش يجي الديابيت هو لو فات اللي فما السمنة، وفما زادة قلة النشاط البدني، خاطر النشاط البدني يخليك تحرق السكر ويخليك معناتها ما تحتاجش باش تاخذ برشا انسولين، هذا هو اللي يخليها. ومرض السكري فما نوعين، فما نوع اخر هو اللي يجي للمراه الحامل، يقولوا احنا كلوفي، لكن هو مش ديما كلوفي، يجي للمراه حامل خاطر المراه حامل هي الفيزيولوجيا نتاعها تتغير. سما سكر الحبيله فما سكر الحبيله يقولوا له، ساعات سكر الحبيله يكون خطير ويولي من بعد ما تولد المراه، اما تبرع والا يتطور. يتطور هو مرض السكري بصفه عامه، راهو هو مشكله في الصحه العموميه. احنا في تونس عندنا 5% من نسبة الوفيات مربوطين بالمرض السكري. كان ناخذوا مرض السكري من بين الأمراض يسميها الغير السارية، معناتها المزمنة اللي تصيب المواطن ككل، واللي الأمراض الكل هذوما يمثلوا 80% من نسبة الوفيات. فيهم أمراض القلب والشرايين، فيها مرض السكري كمان 5%، مرض السرطانية تعافينا وعافاكم الله 5%، ومرض الجهاز التنفسي دونك المزمن. هذم هما سي رهان تونس والصحة العمومية، الصحة العمومية على خاطر مع الأمراض المتنقلة كما أمراض الفيروسات وشفنا الكوفيد، تونس يلزمها تحضر روحها ويلزمها تخدم على الوقاية. وهو علاش قاعدين يتطوروا هالامراض هذوما؟ خاطر نمط العيش نتاعنا تبدل. على خاطر نتكيفوا، على خاطر مش مليح. جاوبتني على الاسئله الكل دكتور وحدك وحدك ميساج نعملوا ريكاب صغير نلقاو روحنا جاوبنا على التعريف على ميساج جست باش نحطوها في اطارها باش الناس اللي يسمعوا فينا يفهموا فاش قاعدين نحكيوا. حكينا على تعريف السكري، حكينا على التشخيص نتاعو كيفاش شنو العوارض اللي باش يعرف روحه عنده سكر ولا لا. انت حكيت على صغار تو نزيدوا نحكيوا على التشخيص. ما اسالني خاطر ما قدكش كيفاش نشخصوا، ما حكينا على هكا شوية الأعراض نتاعو تنزيدو نحكيو على التشخيص. فما المسببات، حكيت على السمنة وحكيت على حاجات الأمراض الأخرى اللي تنجم تطور من السكري ولا السكري هي تنجم تخليها تتضاعف. وشكون الناس المعنية؟ شوية شوية حكينا عليهم وأنواع السكري اللي هما زوز، نوع واحد ونوع اثنين. احنا ما زلنا مواصلينش نحكيو ساعة كاملة في الموضوع هذا، نعملو ترتيحة صغيرة نسمعو بيبليسيتي ونرجعو عن نوال بيزيد على EFM أحلى راديو. مازال مواصلين في ساحتك معنا نص نهار و19 دقيقة. بحثينا دكتورة رافلة تاج دلاجي مكلفة بمهمة بديوان وزير الصحة، ونحكيو على مرض الصحة السكري في فقرة صحتنا. كان نحكيو على التشخيص دكتور، معناها واحد بدأ هكا يشك في روحه ولا ساعات أكسيدنتالمون يعرف اللي هو عنده سكر، كيفاش التشخيص؟ هو ما نجم يكون احنا ما نجم نقوله هذا عنده سكر إلا ما يعمل تحليل. أي تحليل سوابك اللي دايست معناتها في وقتها، والا يمشي ياخذ هو لو ميو سكو يعمل تحليل اجان، معناتها ما غير ما هو يكون صايم. قرب لي شويه الميكرو دكتور. هو يلزمه التحليل، ماذا بينا يكون تحليل يعمله اجان، ولكن توا كيما في حملات كيما اليوم والايامات اللي فيهم حملات ويمشي يعمل تحليل، هو ينجم يعطي ينجم يشخص فيه. وقت تبدا نسبه السكريات فوق 1.26 جرام في اللتر، هو معناتها عنده السكري. تحليل مره بركه نجم ناكلي هكا جاتو برشا يجي طالع ولا لا؟ ما يطلعش وقت اللي تاكل تمشي انت اللي بتبرك الله عليك ولا انا نعش ولا اللي هو اللي يبدا لابس عليه خيول بدن. شنو انت كي تبدا لابس عليك وتاكل جاتو، وكان عندك تاكل جاتو
اوتوماتيكمون بالوقت يطيح. البنكرياس سكريت دو لانسولين يعدل السكري يعدل السكري. على هكا هما فما حالات هو كي يبدا الجليسيمي فوق 1.26.25 كي يبدا هو راهو ما بين 1.10 يمكن يزمنا نعاود ونعملوا تحليل اما كي يبدا فوق 1.25 جرام معناتها هو هذيك هو التشخيص نتاع مرض السكر. هو صحيح قبل كنا نشخصوا اذا نجموا في الحالات الاخرى وقت تكثر الجليسيمي تتعدى في البوله دونك نجموا فك باللابستيك نقاو احنا من بين توا سي بلو فاسيل لو فير لو بو دو توا لو تيست دو توا ديجا الجلوكوميتر معناها الجلوكوميتر والا يمشي المخبر يجبدوا له الدم ويفو ميو كو سوا اجان ويعمل يلقى معناتها يمشي صايمه باش يعمل تحليل يعرف فما سكر ولا انت اليوم شخصت عندك عندك ان تو دو جليسيمي سوبيريور على نورمال فما كتبنا ما بين ديزون 1 و جرام وغرام و25 يمكن يعملوا تحاليل يعاودوا ويعملوا تحاليل اخرى مش معناتها كلهم يلزمهم الدواء هذا هو التشخيص فوق عملت التشخيص دونك تمشي تشوف مع الطبيب نتاعك ويشوف اسكو المرحله الاولانيه باش تاخذ دواء ماكش باش تاخذ دواء ينجم يتيح لك ينجم يتعدل السكر نتاعك كان تبدا معناتها بالنشاط البدني بالتغذيه بالمعناتها ان ريجيم بيان سبيسيال مي باش نشخص مرض السكري لازمك نعمل تحليل في الدم اللي يعطيك معدل نتاع السكر نتاعك فوق المعدل العادي. بالنسبه للمسببات دكتور فما اسباب مباشره للتيب 1 هذيك واضحه فما لي فاكتور دو ريسك نتاع التيب 2 اللي هما بلوتو شكون الناس المعنيين بالسكري نوع 2 ومعدل الاعمار كانه العمر طاح شويه معناها بارابور للقبل كان بارتير دو 40 ans 50 ans نجمو اون كومونس ا سانكيتي اما توا نجمو نشوفوا حتى عباد عندهم 30 و 30 سنه عندهم سكر. احنا اخر مسح عملناه في تونس لقينا 15% اللي فوق 15 سنة 15% منهم عندهم مرض السكري وقت اللي عملنا لهم التحليل حتى 15% دي تونيزيان دو بلوس دو 15 ans سون ديابيتيك اشتر فيهم اشتر منهم تحكي على تيب دو دكتور اي اشتر منهم اشترهم ما يعرفوش رواحهم اللي هما مرضى بالسكر معناها صدفه معناها صدفه وفما كان نشوفوا في الدويات فما منهم فما كان ربع منهم اللي هما بيان سويفي وبيان ريغلي دو بوين دو تريتمون. نرجع للسؤال نتاعك شنو هما لي فاكتور دو ريسك. لي فاكتور دو ريسك عندك التغذيه نتاعنا التغذيه التونسيه معبيه مشبعه بالحريرات وبالحريرات لي سكر رابيدمون اسيميلابل معناتها تو سكي لي تخوا بلون معناتها السكر الملح والفرينه وتو سكي سكر ابسوربسيون رابيد ناكلو برشا خبز في تونس وناكلو برشا عجين دونك كيفيه الماكله نتاعنا هي اللي تسهل من عوامل الاختطار كي تبدا فما زيادة في الوزن سمنة نذكرك توينسا توينسا كل 60% عندهم زيادة في الوزن من سيغشارج عنا ربع منهم وتوا ولاو كاين سكر جيل هذوما التوينسا اللي بلوس دو أكثر من 15 سنة فما ببخي ربع منهم عندهم سمنة كاريمون دونك السمنة وزيادة في الوزن تخلي الغدة البنكرياس تخدم تتفرغ الانسولين نتاعها هذه العامل فوت الطاقه نتاعها معناها هذه الطاقه. ثالثا قله النشاط البدني خاطر كي تبدا هو لو فات النشاط البدني شيء من جمله الحاجات نتاعو هو يعدل السكري نسبه السكري في الدم ويخلي ماده الانسولين عندها اون دوري داكتيفيتي بلو لونغ وتخليك تستهلك اقل انسولين دونك يحافظ على الكابيتال نتاعك نتاع الانسولين.
من الأسباب أخرى أطخ فاكتور دوخي فما هو عوامل معناتها في العائلة. هو يقول لك عوامل سي با اون كيسيون تاع هيريديتير، فما ان فاكتور هيريديتير، ولكن الأكثر فما عادات العائلة في التغذية وسلوكياتها بصفة عامة. أنت تاخذ عائلات تلقاهم وقت اللي تفرغ في الصحن نصحن الكل كلهم تفرغ صحن كبير، فما عائلات وقت يفرغوا ديما الوجبة تبدا صغيرة صغيرة صغيرة. دونك فما علاك يقول لك العائلة هذيك سمين والآخر، خاطر هما زادة وستانسوا العائلة كاملة التغذية نتاعهم غير سليمة. دونك سي ان فاكتور فاميليال بلوس كو ان فاكتور هذم هما. فما عوامل فما البيبي زاد ملي هو صغير يعطيوه السكر في البيبرون، دونك يستانس بالحلو، وللي يكبر يقعد ديما يحب الحلو. اي هذيك مساله سيت اديكسيون، يولي عنده اديكسيون للحلو. احنا قد ما نوخروا الصغار قد ما نوخروا لهم مطعم السكر قد ما خير، خاطر كي توخر لهم خاطر كي تولي تعرف شنو هو السكر يولي يستسهل لك. هو c'est pratiquement une addiction راهو ماكله السكر اللي احنا نقولوا لازمنا ناكلوا حاجه حلوه موجوده احنا ولا اي اكل حاجه حلوه هذيك لابد تقعد تخمم سي او نيفو دو لا ميموار aussi دونك حتى الصغار aussi. دونك هذوما عوامل الاختطال. بيان سور لي زوتر كي اغراف هو التدخين، هو c'est un facteur aggravant تاع السكري، خاطر لي كومبليكاسيون يولي دوبل ما بين السكر وما بين التدخين، خاصة في العروق. تعرف سيدادة فوالا من بين علاش هو السكري يلزمنا نداويو السكري، على خاطر السكري ينقص في العمر ساعة. هو من نسبة الأمراض اللي معناتها راكورسي لا في لا دوغي دو في. علاش؟ خاطر واحد يمرض ينقص من الانتاجيه زيت، خاطر انت كي تبدا مريض دونك ما تنجمش تخدم مليح. ومرض السكري كان انت ما تعدلش السكر نتاعك باش يصيروا دي سكون ابل دي كومبليكاسيون. جوستمون باش نسالك عليهم دكتور، شنو هما لي كومبليكاسيون هما؟ وين ينجم يوصل السكر اللي خاصه مش معدل؟ اللي معدل نورمالمون يل بو مني اون في نورمال، هو يتعايش هو مع المرض. هو لوبجيكتيف، هو الهدف نتاع مريض السكري باش يكون السكر نتاعو معدل، اكل طلوع والهبوط اللي ماهمش باهين. قد ما السكر نتاعو حتى للصغار سوز انسولين والاخرين اوسي لي ديابيتيك الاخرين، قد ما السكر نتاعو يبدا معدل قد ما تقل التعكرات لي كومبليكاسيون. بين لي كومبليكاسيون فما على العروق، دونك السكر ياثر على العروق، عروق القلب. دونك يزيد مع اليوم الدخان تفهم شنو؟ عروق الكلاوي، اثر على الكلاوي، اثر على المخ نوتامون لا ريتيد، فما لا ريتيد على العينين ديابيتيك. هذم هما لي كومبليكاسيون ديجنيراتيف. فما دي كومبليكاسيون ايغو اللي هي مربوطه يا اما اللي يعملوا لي زاكسيدون تطيح السكر، خاصه كي تحلهم بالسكر اختشير، على خاطر كي تنقص من السكر في الدم الخليه نتاع العصب معناتها لي سيلول نيرفوز هما يفون سوفخيغ اكثر. كل تنقيص تطيح لك من السكر كل ما فما تكون دي ليزيون معناتها كو ساسوا نوتامون او نيفو دو سيرفو. وفما لي زاكسيدون اوسي دونك ديبر غليسيمي، وقت واحد ما ياخذش دواء يعني كي تيح السكر هذيك خطر، خاطر الخلايا العصبيه ما تتجددش وتقعد تعاني كيف ما نحاولوا نبسطوها. هذه باش نبسطوها فوالا ما دونك يلزمها هي تعيش من السكر هذيك. عند ديما نقولوا عند الناس اللي عندها مرض السكري، دونك ما يلزمناش نخليو، يلزمنا نفيقوا ديجا بالليبو غليسيمي، وهذا اخطر ساعات حتى من الليبر غليسيمي. فوالا هو اخطر من الليبر غليسيمي. الليبر غليسيمي هما توا بفضل الدويات وموجود، ما عادش دويات نحاولوا باش يكونوا موجوده. والتونسي فيما يخص علاقته مع دواء السكر نوتامون اللي يعرفوا رواحهم مرضى معناتها تحسنت، يعرف اللي مريض بالسكر اللي يلزمه يواظب على الدواء نتاعو، اللي يلزمه يتفقد روحه. هذا كله حتى في المسح معناتها في ديزونكيت اللي تعملوا كنا
التونسي يهتم يعرف شنو هو مرض السكري. دونك هذوما لي كومبليكاسيون قلنا لي كومبليكاسيون ايغو فما لي كومبليكاسيون ديجنيراتيف على 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 قلنا العروق ايه. وما اوسي دي كومبليكاسيون اللي يجيو على الاعصاب معناتها على الاعصاب لا سونسيبيليتي نيرفو معناتها كلي مشكله الساقين مشكله ديمنيسيون دو لا سونسيبيليتي او نيفو في ساقيهم ومن بعد فما تعكرات كون ابل لو بي ديابيتيك aussi من قلة ينقص la sensibilité superficielle ça تنقص les troubles de sensibilité aussi هذاك علاش نأكدوا على الهيجين برشا نتاع الناس اللي عندهم السكر خاصة الكبار في العمر بنظافة الساقين على خاطر هو ما عادش يحس بريسك كي يعفس حتى على كزازة ولا على مسمار ما عادش ينجم يحس به وتنجم تصير غونغرين معناها هذاك علاش بعد يولي امبيتاسيون حتى تاع العروق راهو انسيدات العروق معناتها الدخان والسكري يموتوا على بعضهم معناتها كون يفون ميناج مع بعضهم اللي عندهم لي زارتيريتيك اللي بداو ديابيتيك ويزيدوا يتكيفوا معناتها يوصلوا هذوما في لي كومبليكاسيون اللي ما يتفطنوش يوصلوا حتى معناتها دي كومبليكاسيون اللي تسد العرق نحيوها وصبع صغير هاو سيق لطفه هذم هما من الحاجات اللي يعملهم مرض السكري ولكن مرض السكري كي تبدا تعسى عليه تفقدو عندك تغذية سليمة عندك دواء كان عندك دواء باش تاخذو تعمل النشاط البدني الباهي نجم يعايش البنادم دون مانيغ نورمال فوالا العلاج بتاعو واضح ظهر لي كيف ما كنا نحكي سواء الحرابش والا زرارق نتاع الانسولين والا ينجم يكون عندهم من الاول تنجم تجي عندك باش تعمل السكري يقول لك نقص في الوزن نتاعك واعمل النشاط البدني معناتها امشي على ساقيك ولا وقتها ينقص لو تو دو لا دو جلوكوز دون لو ساق. عندنا اسئله زاده في التوجه هذا باش نحكيوا عليه حاجات اللي تنجم تخلينا وقايه من السكري والا حتى كي يمرض ينجم يرجع يبرى في حالات معينه زاده مش ديما تو نزيدوا نحكيوا فيها نسمعوا اغنيه صغيره نعملوا بوز شنو باش نسمعوا مصطفى حجاج ولا حجاج ما نعرفش كيفاش تنطق كتب حجاج قدامي نص نهار 33 دقيقة مازلنا مواصلين في صحتك معنا نسمع مصطفى حجاج ونرجعوا نص نهار و37 دقيقة مازلنا مواصلين في صحتك معنا بحثنا دكتورة راف لتاج الدلاجي مكلفة بمهمة بديوان وزير الصحة باش نحكي توا في فقرة اسأل طبيب اسأل طبيب هذوما أسئلة حاولنا نلموهم من عند المواطنين من لي ريزو سوسيو على فيسبوك وانستغرام راديو اي اف ام وصحتك معانا عندي سمنة مرضية كان نعمل جراحة السمنة هل نجم نبرى من السكري تعمل جراحة هي الهدف نتاعها باش تنقص جراحة تنقص كمية من شحم في بقعة في بنادم فهمت دونك السكري عمره ما يتنحى بالجراحة وحتى كي تعمل جراحة محققوا ما يعملوا جراحة كل يعملوا معناتها ان ريجيم كي ادابتي خاطر كان انت تعمل جراحة وبعد تقعد تاكل كيف بقايا لا غريس با ريفينير سواء في البقعة هذيك ولا في بقعة اخرى دونك جراحة ما تنحيش السكري كانك انت مريض بالسكري ولكن جراحة ومعاها ريجيم تنجم تعدل في الوزن نتاعك تنجم تنقص لك في الوزن نتاعك في الوزن وفي السكري زيادة ولا تعدل في السكري تعدل في السكري دونك نجم ما نجموش نقولوا هاني مش نعمل نمشي جراحة تو نبرى من السكري انا هي الماكلة اللي ممنوعة لمريض السكري هو ما فهمش ما نحكيوش موانع تو احنا نقولوا يجتنبوا السكريات السريعة الامتصاص معناتها لي سوك ابسوربسيون رابيد كي السكر بعد السكر معناتها تشرب كاس تاي فيه سكر جاتو جاتو لو عربي فارينا هذاك كله ماذا بيك مش تمنع ولكن تعدلو تنجم مره في الجمعه تنجم تاخذ مش ما تاخذش وحتى كي تاخذ هو ايش يقول لك نصيح الاخصائي نتاع التغذيه يقول لك خذوا ما تاخذوش بعيد خذوا في وسط الوجبه مثلا فطورك انت كسكسي كان باش تاخذ السكر نتاعك خذو جوست ابري مش تخلي بعد ديجا كسكسي عجينه في لا 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 الكسكسي غذاء
معناتها ما هوش سريع الامتصاص كما السكر كما كعبة باتي اللي فيها طرف سكر وطرف فرينة. كسكسي خير يشد خير من الاخر. ماذا بينا كيف تاكل هذوما الممتنعات كل ما هو زيادة في السكر نبعدوا عليهم، ولكن مش معناتها مش نمسطوا نمروا حياتنا. نستنسوا مش نقصوا من السكر، نستنسوا تنقيس السكر، نعيشوا تنقيس السكر. هذاك علاش ساعات هما العائلات ينزلوا شوية على المريض السكري، بالنسبة ليهم ممنوع السكر، دونك هو وقت يولي يحب السكر. معناها يستمروا السكر هو يلزموا سي توت ان ترافاي، يلزموا يخدموا على روح، معناتها سي ترافاي سيغ سوا اللي يلزموا يعملوا، اللي يلزمك تتعلم انت تنقص من كمية نجم تاكل حاجة حلوة تفيدك الأوبجيكتيف هذايا مع الطبيب نتاعك ولا الأخصائي نتاع التغذية نتاعك، يقول لك مرة في الجمعة ديزون عندك حق في الجاتو، مش كل يوم تاخذ جاتو مثلا كان شتيت جاتو. هو حتى العبد العادي مش باهي كل يوم جاتو. هو هذاك يخليه هو بده يفطنه يفطن اللي وقت يشوف اللي يقيس السكر تاعه يلقاه يطلع عندهم ترسيله سواء كانوا سوز انسولين يزيد سينو ترسيلو ادويات نتاعو ماهيش باش تكفيه. واللي هو يلزمنا نقولوه هو راهو اللي عنده مرض السكري ساعات يقول مثال شاي هاني تخمني بشفته هاني لبس عليا، ولكن اكل لبس عليك اليوم يخلي توت لي كومبليكاسيون يجيك 10 سنين قبل انسان اخر عنده مرض السكري، ولكن يحترم الطلوع والهبوط تاع السكر في الدم هو هذاك اللي تخيف هشو ويخلي لي كومبليكاسيون يجيو. قلت اليوم ما يسالش هاني كليت هاني لبس عليا لا دخت لبيا لا هو هذاك كي تاخذ اليوم كان تعمل 3 ايكار بار سيمين كل شيء يتعدى يبدا سي زيكار لا كله مسجل معناها في البدن رابروشي توت لي كومبليكاسيون. هل الحميه سون غلوتين تحمي من السكري؟ هذه خاطر هذه توندونس ولات الريجيم سان غلوتين وكل شيء سان غلوتين بخلاف اللي عندهم الملادي سيلياك هذوكم على لي ريجيم سان غلوتين كيما انت قلت قلت انت لي سيلياك المرضى اللي هذوكم هما يا يو دي اسوسياسيون كي اون ايتي ديكري ميم شي لي انفون تلقاو خاطر كوم سي اون ملادي معناتها يا لو فون تاعها اوتو ايمون هي الملادي دو غلوتين سي سون دي des anticorps anti-gluten qui sont au niveau du معناتها في الانتستان معناتها qui sont produites يوليو احنا intolérants والزيد لا فيزيوباث لو ميكانيزم زيد نتاع السكري خاصه عند الاطفال زيد كيف كيف سي بار سي تي فيروس كي entraîne يقول لك لا سي تيوري فيروس كي entraîne des auto anticorps qui vont détruire les cellules de l'enguerrance نتاع البنكرياس كي produisent l'insulin. دونك يا دي اسوسياسيون ولكن تاخذ ريجيم سان غلوتين، ريجيم سان غلوتين مش معناتها ريجيم هو ان جينيرال سان غلوتين ما فيهش الغلوتين مش معناتها بلاش سكر ما يا با دو اكسبليكاسيون. هو معناها اي لي ان بو بوفر ان سكر اما زيد ما نلزمش العباد اللي واش كي سوري بوفر ان سكر ينجموا يزيدوا السكر هما اي يزيدوا السكر اما هما جينيرالمون لو ريجيم سان غلوتين يكلوا اقل عجين اقل عجين دونك اقل عجين وعجينة الفارينة عجينة الروس فارينة الروس فيها سكر معناها لهذا اللي ما فما كونفيزيون في الحكايه هذه ماشي بالهم انه هو اللي بوف ان سوغ alors que c'est pas vrai et puis c'est un dieu c'est un régime difficile à suivre معناتها كان وعليه انت راهو الريجيم سان غلوتين الناس اللي عندهم انتوليرانس غلوتين اكزاكتومون مش للناس الاخرين ما فماش علاش معناها فما دوتر ريجيم اصح كان فواحد باش يعمل حميه. هل سكر الحبالة ينجم يتواصل ويولي مرض مزمن بعد الحبال بعد ما تولي سكر الحبالة كيف هي كيف يجي عن مرأة ويعمل لها معناتها يمس على لونك يعمل دي كومبليكاسيون ينجم يكون هو ان فاكتور فاسيليتون باش يولي عندها ان ديابيت دو تيب 2 بلوس كان ديابيت دو تيب 1 دونك بوسيبل دونك سي بوسيبل. اللي عنده سكر نوع 2 فما ريسك انه اولاده يكون عندهم ولا لا؟ جاوبنا عليه شويه قبيله. اي جاوبنا قلنا اللي عنده سكر نوع 2 هو بيدو كان ويبدا سمين دونك ينجم معناتها انت ينجم ويصلح اولاده ياكلوا خير منه يعرف يفهم دونك ما يخليش اولاده يجيهم السمنه ويعاد الاما
Il y a peut-être un facteur aussi héréditaire. Ouais, pas automatiquement. Pas automatiquement. Ama, بالنسبة للنوع واحد, فما le facteur héréditaire. Sinon, فما le viral, قلت لي, docteur, ou sinon le type 1. Le type 1, c'est essentiellement J, donc à la suite d'un virus, sur lequel il y a une production d'anticorps qui vont détruire le pancréas, mais tu as la partie du pancréas qui produit de l'insuline. Voilà. L'insuline. Donc, et il y aurait un facteur héréditaire. Tu as les femmes, un type d'antigène HLA, un type d'HLA, type tissulaire. Qui serait retrouvé avec ta femme à il est عندهم gène هذيا عندهم gène هذيا donc تنجم تتنقل type de tissu quoi type de tissu j'en profite madame احنا جبدنا على صغار دكتور الصغار مشكله شويه معناها في الجيستيون نتاع خاصه في التيب 1 انه صغير تقول له ما تاكلش حلو والا تقول له كل شويه وخاصه كي يبدا عنده خوه لاباس عليه تولي مشكله كبيره ياسر في الدار خوه ياخو هو لي كيفاش هكا نجمو نعطيو ونعاونوا العائلات اللي عندهم صغير عنده سكر كيفاش ينجموا الجيرسا معناها سواء في الدار ولا البر هو الذي معناتها الاشكال الكبير في الوقت يجي الديابيت اون فوا تفطنا به مرض السكري عند الرضع ولا عند الاطفال ويبدا هو نداويوه في السبيطار ومن بعد يخرج اون جينيرال بور لو ميتر سوز انسولين يبدا اون جينيرال في السبيطار مي الاشكال الكبير واللي يعملوا فيه هو يعلموا ديجا دومبلي شكون باش تلهي بالصغير هذايا معناتها العائله تاعو امه ولا ابوه اللي هو في المستشفى يعلموهم سكون ابل ادوكاسيون ثيرابيوتيك كيفاش باش تلهي بالصغير نتاعو وان بلوس نعلموه اون اوتونوميزاسيون معناتها الصغير يولي هو ريسبونسابل نعطيو المسؤوليه هو بصفه عامه بالامراض الغير توت لي مالادي نون ترانسميسيبل الامراض الغير السيريه كم هي امراض تقعد في الوقت يلزم المريض يكون مسؤول على نفسه دونك هو صعيب صحيح للعائلة ولكن يلزم خدمة على مع التثقيف مع تسكن تربية دوائية سميها اون ادوكاسيون ثيرابيوتيك كيفاش يتعلم شنو ما الحاجات ياكلهم وحاجات ما ياكلهمش وكيفاش تقول لهم مع صغار اخرين انت لا انت تحب تاخذ بريوشة عندك الحق مره في الجمعه بريوشة معناتها هذا كل سي افيك اون ادوكاسيون اي لا كوميونيكاسيون التواصل مع شكون اللي باش يتلهاو به الام والا البو فيها صحيح مشكله ولكن بعد اون فوا كيف يتعلموا على هكا احنا ننصحوا باش يمشيو دون دي جروب دو ديابيتيك خاطر كي يبداو يغزوا بعضهم شكون قاعدين يعملوا ينجموا يتعلموا من صحابهم الناس اللي يبداو كيف يمشيو يعملوا دي جروب مع بعضهم يعرفوا كيفاش يتصرفوا اما عاده المرضى بالسكر هذوما بدو تشيب الصغار من بعد كيف يتعلموا تلقاهم بيسكو هما من الصغرى يعرفوا اللي هما مرضى دونك هما بيدهم يكونوا واعيين اكثر ويمشيوا اكثر سوتو سيرفي ويكونوا خير بلوس ستريكت اون ماتيير دو ريجيم ويعرفوا شنو ما حاجات يعملوهم شنو ما حاجات ما يعملوهمش سي لو ديبار معناتها من الاول الصعيب ولكن من بعد يسون بوكو بلو مسؤولين الصغار اكثر من اللي وقت يجي المرض السكري وهو عمره 40 و50 سنه خاصه انه صغير ما يلزمكش تقول له ليك يقولوا لي كيف حتى الكبير بصفه عامه انت التوعيه ما تجيش بليره تعطيه بدلات اخرى تحكي معاه تعمل تتفاهم وعندك مره في الجمعه بريوشه عندك انا قلت بريوشه سابيت خوت خوشوز دونك هو هكا التواصل باش نخلطوا حاجه نخلطوا معاها بينات بعضهم فوالا يعطيك صح دكتور احنا مازلتنا شويه ربع ساعه باش نكملوا الفقره الاخرانيه نتاع الحصه هذه نخرجوا بوبليسيتي ونرجعوا على اي اف ام احلى راديو وصلنا لاخر الساعه الاولى نص نهار و50 دقيقه باش نحكيوا توتسويت في فقره صحيح من الغالط صحيح من الغالط معنا دكتورة رافلة تاج دليجي مكلف بمهمة بديوان وزير الصحة نحكيه في مرض السكري عندك الحق في صحيح غلط وتقول لي علاش فما صحيح وي مي نو مي معناها كان مش كيما الاخرى معناتها هذه ماهيش مهم هنوع شويه هكا باش ما نبداوش فرد ستيل اللي عنده السكري ممنوع عليه الصيام كاتيجوريك صحيح ولا غلط نقول لك اي ولا لا اي غلط معناه
غلط. وعليش؟ على خاطر ينجم كيف يعدل الماكله نتاعو يعدل الاوقات، ساعه ينجم يكون عنده مرض السكري وياخذ في دواء واحد في النهار، ينجم مع نصائح الطبيب ينجم يسوء، اما يلزم يشوف كيفاش ياخذ الدواء. اما مش وحده زاد، مش من راسه، مش من راسه. اما اللي ياخذ انسولين لا ما عندوش الحق. به مريض السكري ما عندوش الحق ياكل الحلو كاتيجوريك زاد. دونك هذه جاوبنا عليها، قلنا ليه جاوبت اجبت عليها. فماش ما عندوش الحق ياكل، ينجم ياكل مره في الجمعه ولا يعدل الماكله نتاعو وينقص كل الامتصاص نتاع كل ما هو سكريات امتصاص سريع. به مريض السكري عنده الحق ياكل الغله قد ما يحب؟ لا. على خاطر الغله فما برشا غله فيها برشا سكر، برشا سكر كالدقله مثلا. بنينه وباهيه وغيش ننصحوا بها، ولكن في خاطر فيها الياف، ولكن كي تاخذ ما تاخذش برشا. نجم تاكل الغله. البرقدين زاده تكثرش فيه خاطر سي غيش اون سكر، ياخذ كميه الغله ولكن يحسب زاده، يحسب هو يختار انا هما الغله اللي فيها اقل، ولكن نجم ياكل الغله الكل. جينيرالمون هما الناس اللي عندهم سكر ومعدل يعرفوا يحسبوا لي كالوري، وعندهم توت ان بروتوكول باش قداش يحطوا انسولين كل ما يقراوا المزور اللي تخرج في الجلوكوميت. ويسالوا ويجاوبوهم، عاد سي با ديفيسيو، بيدو يفطنوا، هو بيدو يلقاها حاجه حلوه وظاهره. هي مثلا ملا هو الدلاع في الصيف سي ريش اون سكر. البرقدين توا اللي غيش اون سكر كي معناتها تعرف الكميه كي تاخذ هذيك، مش لازم تاخذ كاس معبي، لازم تاخذ كعبتين برقدين و سي تو طول لا جورني، ما تزيدش تاخذ حاجه اخرى ولا كعبه برقدين تاع عصر. هي بكل صفه غاله هاك خذيت، مش ما خذيتش. باهي. مريض عند مريض السكري لا مفر من المضاعفات، ما معناها وي وفو مديا لا مفر اي عندك مفر من المضاعفات وتبعدهم قد ما يكون السكري نتاعك متعدل. هو عندنا طريقه ما حكيتش، انا قلت فما الهيموغلوبين كليكي هذيك اللي تتعمل، مش السكري مش الجليسيمي، فما الهيموغلوبين كليكي اللي تتعمل يقول لك هي حتى كانت شي تقول ديزون تكذب على طبيبك ولا تكذب على روحك، اما هذيك هي تقول لك مؤشر، تقول لك انت الجليسيمي نتاعك متعدله في ال 15 يوم الاخرانيين والا لا. دونك هذيك يخليك هذيك عندك انديكاسيون تعطي صحيح بالضبط، تعطي صحيح. باهي. مريض السكري ما عندوش الحق في ليفور فيزيك في السبور، او كونترير عنده الحق في ليفور فيزيك ويعدلوا، او كونترير كي يعمل ان ايفور حسب هي انت والعمر نتاعو، انت هو مستانس ولا مش مستانس يعمل في ليفور فيزيك. ليفور فيزيك تخليه تنقص من كميه الدواء، يخليه يكون ينقص من السمنه، معناتها يخليه الوزن نتاعو يكون باهي، يخليه توسكي لاباري كارديو ريسبيراتوار نتاعو يكون مليح. عنده عده معناتها فوائد نتاع نجم يعمل سون بروبليم ان ليفور فيزيك، ولكن يعرف لي بور لي كومبيتيسيون ظاهره، يعرفين باغ اكزومبل لي ديابيتيك اللي عندهم اللي سوز انسولين يعرفوا شنو اللي ياخذوا وقتاش ياخذوا الانسولين. هذاك بور لي سبورتيف، بور لي سبور دو كومبيتيسيون اللي يحب لها يحرقوا برشا السكر، هذاك سي سبيسيال ان بو، مي سينون لي زوتر سولون لي ايفور يبو فير لي فور. دونك با دو ريسك دو نتاع هيبوغليسيمي، معناها جينيرالمون نقول كي نعمل ايفور نجم ندوخ، معناها نجم ما يعرفوا عاد هما اللي يعملوا لي ايفور لي كورس وكلهم فما يتلهيو بهم يعرفوا شنو اللي يعطيو. تقول ما تعملش ايفور باغ كونتخ هما ما يعملوش دي كومبيتيسيون سي ديكري اوسي باغ اكزومبل pour les jeunes يقولك ils font pas des activités وحدهم en solitaire. علاش خاطر تخاف للدوخ ما تفطنش بيه، صار شي ان اكسيدون ما يفطنش بيه. il peut faire tous les types d'efforts mais il vaut mieux qu'il soit pas seul parce qu'il risque si jamais. واحنا في الاسبوع الوطني للنهوض بالنشاط البدني دكتور، وكنتوا اليوم عندكم اكسيون في لاكزيرو، احنا بديناها اليوم. اي اليوم هي بداية الاكسيون، احكي لنا عليها شويه اون بروفيت. والله الاسبوع جوستمون احنا حبينا نسلطوا الاضواء على النشاط البدني اللي هو من عده العوامل، الاختتار نتاع الامراض الغير ساريه ككل، الامراض المزمنه اللي حكيت عليهم من الاول، واللي لقينا التونسي راهو تاخذ ان ياك ربع التوانسه
معناتها لو ديرنيير انكيت توري 25% سولمون دي تونيزيان اللي فوق 15 سنه اللي عملوا في الاسبوع الفارط نشاط بدني حسب لي ريكومونداسيون توصيات نتاع المنظمه العالميه للصحه اللي هو الواحد يلزمه حسب الاعمار ديزون اللي الصغار يلزمهم 3 سوايع d'activité il y a avant 18 ans il y a entre 18 et 60 18 et 65 ans ils ont حسب تقريبا 150 minutes d'activité physique par semaine والا تعمل نص ساعه كل يوم ماشي معناتها 150 minutes d'activité اللي فيها effort والا 150 والا tous les jours une demi-heure de marche pour les autres aussi pour les plus de 60 فوق ال 65 سنة كيف كيف c'est à peu près la même chose les mêmes recommandations en termes قداش يلزم يمشي فما حاجة معروفة اللي هي لي 10000 pas كي تسمع بيهم 10000 pas c'est à peu près 6 km par jour الحقيقة 10000 pas نجمو نعملو 5000 pas par jour 10000 pas مثلا كيف تمشي كل يوم 10000 خطوة معناها 10000 خطوة اللي هي تقريبا نص ساعة ماشي للخدمة ونص ساعة رجوع مش ناس كل ينجموا يمشيو على ساقيهم للخدمة نجم يخلي باغ كونتخ الكره بعيد شوية فوالا اكزاكتومون تنجم تعمل 10 minutes ولا ان كار دور ان كار دور سافي اون دومي اور سي بون دونك نرجع لك الأسبوع الوطني للنشاط للنهوض من النشاط البدني على خاطر لقينا اللي هي ومعاهم اليوم العالمي للسكري اللي هو 14 نوفمبر قلنا سنة نسلطوا أضواء على النشاط البدني اليوم فما معناتها في اللاك كنا فما ماشي معناتها اون مارش كوليكتيف وفما دي ستاند نتاع تقصي مرض السكري وفما دي ستاند اوسي يقيسوا السمنه ويشوفوا كنت عندك سمنه والا لا وفما كيفاش دي كوتش باش يعملوا لاكتيفيتي فيزيك اوسي بما فيهم لاكتيفيتي فيزيك ادابتي ولكن الاسبوع هذا عندنا عده انشطه باش نمشيو في الوسط المدرسي والجامعي مده الاسبوع الوسط المدرسي بلوتو اسبوع كامل باش يحكيو باش يعملوا تحسيس على فوائد النشاط البدني باش يعملوا لهم في الراحه يعملوا لهم دي كوتش يجيبوا لهم يعملوا لهم لاكتيفيتي فيزيك فما في الوسط المهني ماشيين للثلاثه معامل باش نعملوا مع وزاره الشؤون الاجتماعيه ومع اطباء واخصائيين باش ياخذوا ساعتين بزمنين من عند اللي يخدموا يعملوا لهم في بن عروس جو كوا في ثلاثه بقايا لحسيلو وين نلقاهم لي زانفورماسيون هذوما الكل نجموا نلقاهم على الباج نتاع وزاره الصحه في الباج وتلقاهم في الدوسي دو بريس اللي انا بعثتو لك فما زيد عندنا ندوه علميه في لو 20 مع في سيتي دو لا كولتور في المدينه الثقافه خاطر نحبوا النشاط البدني يكون كثقافه في الندوه هذيه فما ان بانيل فوائد النشاط البدني فما ان بانيل باش نحكيو على الثقافه والصحه فما مداخلات مع سيهان بالخوجه مع ملك السبعي مع الناس اللي يخدموا في الثقافه فما زيد ورشه على توسكي معناتها نشاط بدني في الوسط المهني فما منظمات تنشط في هذا فما aussi notre dans la semaine aussi النشاط البدني في الوسط الصحي avec فما aussi des activités les personnes الكبار ماشي les personnes âgées في جمارت وفي منوبة باش يجيبوا لهم دي كوتش وباش يعلموهم كيفاش لاكتيفيتي هو ادابتي بارابور على لور هو toute cette semaine pour sensibiliser الفوائد النشاط البدني للوقايه والحد من الامراض الغير ساريه بما فيهم مرض السكري. يعطيك الصحه ميرسي دكتور جون بروفيت باش نعمل ان كلان دوي العادل النفسي مدرب الحراس نتاع نادي الافريقي اللي هو ديابيتيك وكان عنده تدخل في الحكايه هذيا ان سبورتيف ديابيتيك عطى ليكزومبل انه هو سبورتيف وديابيتيك فما زاد على الصعيد العالمي فما اللاعب ناتشو ريال مدريد اللي هو صغير ديابيتيك ولي كومبيتيتيف وايفور فيزيك كبير برشا يعمل فيه ومحافظ على السكر نتاعو. حكينا على مرض السكري مع دكتورة رافلة تاج دليجي في ساعتنا الأولى. خليكم مع شيماء الملكي تعطيكم الميتيو، نسمعوا الأخبار وغنية ونرجعوا نحكيوا في الساعة الثانية.